السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم عبد السلام. اليوم جايب لكم مقطع، وهو أدري إن مقطع متأخر حاليا، بس حبيت أتكلم عنه لأنه والله اللعبة أحبها أنا والله الصراحة، وأهتم لها صراحة، اللي هي وش اللعبة ديستني. فقبل فترة أعلنوا عن ديستني 2، بنجي الشركة أعلنت عن ديستني 2، والناس صراحة فرحوا، والناس فرحوا، وفي بعض الناس قالوا لا شالوا هم، قالوا أوه بتصير زي ديستني 1 ما بقصة ولا شيء، بس لا، التريلر الحال هو تيزر يعني، ولا به جيم بلاي للأمانة، فلازم ننتبه شوي. التريلر الحال مدة دقيقة يمكن أو دقيقة وثلاثين ثانية، كان به قصة أكثر من ديستني كله، هي وإضافات الثلاث. فالناس شافوا استانس، في بعض الناس استانس قالوا أوه والله كويس، شكلهم تحسنوا، في بعض الناس قالوا هي للحين شايلين هم، وهو ملحق الصراحة. في بعض الناس قالوا والله يمكن الى الان ما تغيروا، يمكن اللعبه لا زالت يعني الى الان شيل همه. وانا صراحه انا من جهه الناس اللي شالوا همه، ليه؟ لانه اعلنوا على طول بعد ما اعلنوا عنه، اعلنوا على طول بري اوردر وبيتا، واعلنوا عن الاضافات والسيزن باس. انا قلت وراكم مستعجلين والله، لا تستعجلون علينا. الى الحين ما شفنا شيء عن اللعبه، على طول اضافتين اعلنتوا عنهن. فانا والله هذه شفت قلت يا بنجي تراكم والله استعجلتوا، جدا استعجلتوا بالصراحه بالاضافتين. كان صبرت شوي، وريتوني جيم بلاي ولا شيء، او صبرت للبيرة. البيرة على فكرة بيفتح ان شاء الله بيكون الصيف. هل هو بيكون محجوز بس للحصريين، للناس اللي طلبوه ولا لا؟ والله ما ادري الى الان ما حددوا، بيكون للي طلبوا او بيكون لكل الناس بالصيف، الى الان ما حددوا، بس انا اتوقع انه بيكون للي طلبوا بس. فنقول يعني ان شاء الله يكون يفتحون لكل الناس، لان بانجي صراحة تحتاج انها تفتح لكل الناس بعد ما معنا عن ديستني 1، وبعد السيئة اللي كانت هي اول ما نزلت. اعذروني، بعد ما كانت ديستني 1 سيئة بشكل، اول ما نزلت كانت سيئة صراحة، بس بعدين حسنوا مع يير 1 وير 2، وكانت يير 1 يير 2 مع الاضافتين الاربع اللي هي دارك بلو، هاوس اوف وولفز، رايز اوف ايرون، و لا ذا هاوس اوف وولفز، لا ذا دارك بلو، هاوس اوف وولفز، و The Taken King و The Rise of Iron. The Taken King حسنت أشياء كثيرة من Destiny 1، و Destiny والإضافتين الأولى عفوا ما حسن شيء والله، كان مرة يعني هذه ردة فعل الناس والله. فب Destiny 2 الحين يوم أعلن عن الإضافات ما تكلموا عنه، بس عن الإضافات. هو المقطع حق المقطع كان به قصة، فما أتوقع أنه بتحتاج إضافات عشان تحسن، فهمت علي؟ هذه والله ردة فعل Destiny 2. اتمنى انها تنزل ان شاء الله، هي بتنزل بتكون في سبتمبر 8، وين سبتمبر 8 فعندنا وقت عشان نشوفها، ان شاء الله تكون زينه. في بعض الناس قالوا يمكن تصير هي كانها بتميل اكثر ل لو ايش كان اسمها هذه ل تخبط باسم الصراحه، بتكون مايله اكثر ل بوردرلاند، يعني بتكون نفس نظامه لوت وما لوت. انا اتمنى والله، هذه والله هذا انطباعي والله، مو انطباعي عفوا، هذا ردة فعلي صراحة لديستني. اتمنى صراحة تكون زينة، لاني ابغى كل لعبة صراحة تصير زينة انا. يلا كما اخوكم عبد السلام، يعطيكم الف الف عافية على المشاهدة، بس ردة فعلي والله لديستني، لا تستعجلون يا شباب، لا عمركم ايا كانت اللعبة لا عمركم تستعجلون عليها. الصبر زين، لا تستعجل، اللعبة ما بطايرة هبت ان شاء الله. يلا كما اخوكم عبد السلام، ومع السلامة.